احنا حضرتك بس عايزين نشوف كام حاله وصلت لحضرتك لحد الان. المقطع بتاع هم في الدفتر اهو. 119 119 حاله. نوعيه الحالات نازله معويه، لكن بسبب ايه؟ ما اعرفش. اللي تحدد التحاليل ايه اللي تحدد. بس احنا بعتناهم مركز السموم اللي هو المكان المتخصص اللي يثبت بالتحاليل ايه اللي موجود، لكن انا دلوقتي عنده اسهال واستنطاق اي واحد بس خلاص. يا دكتور مش شايف ان 119 حاله في وقت واحد نازله معاه حاجه غريبه شويه؟ يعني هو قد يعني مش هنشوف اذا كان في تقصير سوف نحاسب المقصر. يعني فعلا من الاكل اذا طلب في تقصير، يعني لو في احنا انا لم اعلم شيء غير الى الان. حضرتك نظرت الحالات؟ انا طبعا جيت لما علمت بالحاله وجيت بعربيه الخاصه لكي اشوف الامور. هشوف طبعا الامور، ولو في تقصير لازم يحاسب المقصرين. الاسعاف ما كانتش موجوده، عربيه الاسعاف الواحده كانت بتطلع فيها 10 حالات، الدكاتره ما فيش اهتمام، كل يوم مظاهره بنعمل لهم مظاهره، الاكل مش عاجبنا، الاكل مش عاجبنا، ما فيش اكل اصلا، اكل ما فيش. طيب انت النهارده مدينه الف، مدينه ب بعد اذنك، مدينه ب ما حصلش فيها حاجه. حل المشكله ازاي؟ هم وزعوا تونه مكان الفراخ، حل المشكله هم وزعوا تونه في جابوا لكم فراخ بايظه؟ الفراخ بايظه ما تتاكلش خالص، والاكل بايظ خالص، حتى اذا حضر في بدايه الحالات بدات تظهر الحاله 6 الساعه 6 لا في دكتور عربيه اسعاف بره واحده اللي كام حاله اكتر من 20 حاله، العربيه الاسعاف الواحده كانت بتطلع فيها 20 حاله. والله هي فين العياده بس الاول؟ انت حضرتك موجود في عياده جامعه الازهر، هي فين العياده الاول؟ عياده بدون طبيب. انا رحت للمره الثانيه بأكرر، انا كنت نفسي نتعاون مع اداره الجامعه، ولكن النهارده اثبت فعلا فشل اداره المدينه الجامعيه. على اداره المدينه الجامعيه النهارده بعناية كان موجود الطبيب قاعد في الاوضه اللي هي الاوضه المجهزه، وما كانش موجود الطبيب في الحجرة بتاعته، تمام. اللي كان موجود بيستقبل حالات التسمم اللي هي للطلبة النهاردة عامل من عمال المدينة، وانا سألته انت قاعد على المكتب قلت له انت بتعمل ايه؟ قال لي والله ده انا بسجل بس البيانات. فانا للأسف انا كنت عارف الطبيب فرحت له الأوضة التانية، قلت له يا فندم انت حضرتك المفروض مكانك في العيادة. قال لي انا رايح. ده حصل النهاردة للمرة التانية على التوالي.